أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وإذا أعجبكم فيديو اضغط على لايك وشكرا. قصة اليوم من قصص جحا، الله يعطيك. دعا جحا بعض أصدقائه وجلس معهم يتسامرون فوق سطح منزله. وبينما كان جحا وأصدقاؤه يتسامرون ويأكلون ويشربون، سمع جحا فجأة طرقا شديدا على باب منزله، فأسرع ونظر من أعلى فوجد رجلا غريبا. فصاح به جحا: لما تطرق الباب بعنف هكذا؟ ماذا تريد؟ فأجابه الرجل: لا تؤاخذني يا سيدي، ولكن الأمر هام، فانزل لأحدثك. فصاح به جحا: أولا تستطيع أن تقول لي ما المسألة من مكانك هذا؟ فإن بيني وبينك 60 درجة. فقال الرجل: إنه أمر هام جدا، ولا بد من نزولك. استأذن جحا من أصدقائه قائلا: هناك أمر هام يستدعي ذهابي، ولكني لن أغيب عنكم. فقال أحدهم: قد تكون هناك مشكلة كبيرة، وقد أرسل إليك للأخذ برأيك فيها. أسرع جحا بالنزول درجة درجة حتى اجتاز 60 درجة بعد أن تعب تعبا شديدا. وما إن وصل جحا إلى حيث الطارق حتى ارتمى على الأرض قائلا بصوت لاهث: ماذا تريد يا هذا؟ فأجابه الرجل: أنا فقير الحال وأريد حسنة يا سيدي. فاغتاض جحا من الرجل، ولكنه كظم غيظه وقال له: اتبعني أيها المسكين. وصعد جحا الدرجات 60، والسائل يصعد وراءه وهو يتصبب عرقا، حتى وصل إلى سطح الدار. وهنا التفت جحا إلى الرجل وقال له: يعطيك الله. فصاح به الرجل: ولماذا جعلتني أصعد 60 درجة قبل أن تجيبني؟ فأجابه جحا: ولماذا جعلتني أنزل 60 درجة قبل أن تسألني؟ وبهذا تكتمل قصة جحا، الله يعطيك. وإلى اللقاء في حلقة أخرى من نوادر جحا.